البعد عن كرة هناك إلى منطقة العمليات. كرة عالية راسية، أول الأهداف أحمد عيد. يا الله، كرة راسية مثالية لمصلحة الطليعة. هو الفاتني، هو أحمد عيد، بيعلن أروع وأحلى عيد لمصلحة الطليعة. هي بالأحضان مع المدرب المغربي بعدما حضنت هذه الكرة الطلعوية في الشباك الأربوية بلقطة كانت مثيرة وبفرحة كانت جميلة. شوف الكرة الأرضية من الوضع الطاير، راسية، حارس المرمى لم يتمكن من الإبعاد، الراس أصدق وأنبان من القدم في حد الحد بين الجنس واللاعب في صور. ولحد الآن الزميل المغربي عبد الكريم ياسين، منقول الكرة عمر عامر، يلعب فؤاد عبيدة، نقلات ولمسات من هنا وهناك بكرة عرضية عالية ممكن راسية أو هذه عرضية. يا سلام يا سلام على روعة الطليعة في هذه الأمسية. أي ردة فعل سريعة، عادوا من بعيد يترقبون وبها يريدون، وإلى المربع الذهبي يبحثون وإلى ترجيح الكفة من جديد. هم ناوون هالمرة عن طريق المحترف فؤاد عبيدة. الطليعة يعود من خلال نقلات، الحلو لازم يكمل والحلو لازم يروح والكرة يجب أن تسكن في الشباك، هكذا ما قالها فؤاد عبيدة. حقيقة للطليعة، كحل عيونك يا صديقي، مت عيونك يا عزيزي، لأن الطليعة إبداع، إقناع وإمتاع حقيقة.